اليوم ان شاء الله نتكلم عن الفاينايت والنون فاينايت. طبعا يعني ما يعني انا دورت على معنى باللغه العربيه ما لقيت لهن معنى باللغه العربيه، بس احنا راح نفتهم شنو هم. احنا يعني تحدثنا عن الترانزيتيف والانترانزيتيف، هسه راح نحكي عن الفاينايت والنون فاينايت. راح نعرف اليوم شنو المقصود بالفاينايت والنون فاينايت فيربس، ويعني راح نشوف بالامتحان شلون ممكن تجينا هاي المادة أو هذا الموضوع. في الحقيقة هو هذا الموضوع يعني بالشابتر الثاني ما متعمق به، ما أخذ من عنده فقط رؤوس الأقلام، بس بالفصل الثالث راح يخوض بالتفاصيل أكثر. طيب نبدأ بالفاينايت فيرب. يفضل أنه نكتب ملاحظة أفضل بالورقة يمنا وبدفتر يمنا أو بالكتاب عادي على موضوع الفاينايت والنون فاينايت فيرب. نبدأ بالفاينايت. زين، أول ملاحظة بالفاينايت فيرب هو فعل رئيسي في الجملة. أول ملاحظة أنه هو فعل، يعتبر فعل رئيسي. الفاينايت فيرب هو فعل يعتبر رئيسي، نعتبره فعل رئيسي. I play football, I get home. هذه أول ملاحظة أو أول ميزة من ميز الفاينايت فيرب. ثاني نقطة طبعا مثال عليها، they got home very late last night. الآن ال got فعل رئيسي، they got، I play football, she runs كذا وإلى آخره. إذن الميزة الأولى بالفعل finite verb من الخاصية الأولى أنه هو هذا الفعل يكون إلى أو وجوده يكون رئيسي في الجملة. ثاني نقطة، الآن نتكلم عن الفاينايت. ثاني نقطة بالفاينايت فيرب وقل لك act as the، ذكرناها as the main verb، يعني هاي نفسها as the main verb، I live in Germany وإلى آخره. ثاني ملاحظة خلونا نكتبها أيضا، طبعا دا أخذ لكم بس الملاحظات المهمة اللي تستفادون من عندها. ملاحظتين هنا، يمكن معرفة زمن الجملة من خلال هذا الفعل الفاينايت مالتي. الفعل فاينايت اقدر اعرف الزمن مال الجمله من اقول you promised. الان you promised، الان هاي promised، الجمله هذه يا زمن ماضي بسيط. شلون عرفتها؟ لان ماضي بيها ايدي، you فاعل، promised me. اذا جمله ماضي. اذا الفاينايت فيرب هو الفعل الذي يكون رئيسي في الجملة ونعرف من خلاله الزمن، يعني هل الجملة ماضي، مستقبل، مضارع وإلى آخره. طيب ملاحظة إضافية ثالثة ضيفوها أيضا في الفاينايت فيرب، نجد فاعل في الجملة. في الفاينايت فير نجد فاعل في الجملة. يعني مثلا they I live، اكو فاعل بالجملة مالتي. هذا بالنسبة لي الفاينايت فير. ننتقل على النون فاينايت فير. النون فاينايت فيرب اولا لا يعتبر فعل رئيسي بالجمله، يعني مو فعل رئيسي بالجمله، يعني هو ليس فعل رئيسي في الجمله، يعني هو يعني مو ليس فعل رئيسي في الجمله. اول ميزه، لا يعتبر فعلا رئيسيا في الجمله. لا يعتبر فعل رئيسي في الجملة. من اعتبره فعل رئيسي بالجملة؟ هاي النقطة الأولى. مثلا sailing is my favorite sport. الآن ما هو الفعل الرئيسي بالجملة؟ is، وsailing هذا sailing اللي جوا خط، هذا مو فعل رئيسي، إذن هذا non-finite. ثانيا
لا يحتوي على زمن. هذا الفعل non finite لا يحتوي على زمن. لا يحتوي على زمن. ثالثا لا يوجد قبله فاعل. من يلقى قبله فاعل؟ ثالثا لا يوجد قبله فاعل. الآن لو نظرنا إلى الجملة الأولى sailing is my favorite sport. الآن sailing هاي الجملة يعني هذه non finite. ليش non finite؟ شنو السبب؟ السبب لأن إحنا ما نعرف الزمن مالتها. أنا دا أسألك عن السيلينج. هسا واحد يقول لي لا أستاذ السيلينج آي إن جي مضارع مستمر. لا المضارع المستمر لازم قبل إز وآر وآن. زين إحنا مو ذكرنا إنه السيلينج قبل شوية إنه النون فاينايت ما يحتوي على فاعل. الآن السيلينج من الفاعل مال الجملة مالتي؟ ما عندي فاعل. هي سيلينج هنا يعني ما عندي فاعل بالجملة. شوف هنا جوت قبلها فاعل ذي. شوف هنا سليبينج ما بيها فاعل. سليبينج ما بيها فاعل. هسا هنا تو ووك تو ووك هذه الجملة تو ووك من يقول لي يا زمن؟ جاوبون يا زمن هاي الجملة زمن. إذن 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 النون فاينايت ما إلها زمن. طيب نسوي مراجعة إلها مرة أخرى. الفاينايت فيرب هو الفعل اللي يكون فعل رئيسي بالجملة. I play football, I study English. فعل رئيسي وبي زمن بي زمن بي زمن وبي فاعل قبله. هذا الفاينايت. النون فاينايت الفعل مالتي ما بي فاعل. مثلا سيلينج ما عندي فاعل بالجمله هنا. ذا سليبينج ما بيها فاعل. وين الفاعل؟ ما عندي. زين تو ووك هنا ما عندي فاعل قبل الجمله. اذا هذا هو الفاينايت والنون فاينايت فير. يعني بجمله الفاينايت فير انا اقدر اعرف الفاينايت اقدر اعرف الجمله يا زمن. يعني هاي الفعل مالتي يا زمن. الان they got الجوت هنا هذا ماضي لان ماضي هو got. الآن سيلينج يا زمن. إذا تقول لي مضارع مستمر أقول لك غلط. ليش مضارع مستمر غلط؟ لازم عندك إز. إذا تقول لي ماضي مستمر أقول لك غلط لأن الماضي مستمر بي واز. إذا السيلينج أنا دا أسأل عن السيلينج نفسه ما دا أسأل عن الإز ماي فايفورت. ما دا أنا دا أسأل عن السيلينج نفسه الفعل هذا إلى زمن؟ لا ما له زمن. The sleeping نفس الحالة. To wake to wake هاي جملة يا زمن مضارع؟ لا هاي مو مضارع. ماضي؟ لا مو ماضي. ما تعرفها يا زمن. اذا النون فاينايت الزمن مالته ما ينعرف. النون فاينايت ما ينعرف الزمن مالته. الفاينايت ينعرف الزمن مالته. هسه مثلا ها شي واز ويتينج هاي ماضي مستمر اعرفها. يو بروميسد ماضي بسيط. بس هنا تو اندرستاند يا زمن هاي ما نعرفها يا زمن. اذا انت تقول لي مضارع اقول لك لا مو مضارع غلط. المضارع لازم بها قبلها فاعل. مثلا اي اندرستاند صارت فاعل او شي اندرستاندز الشخص الثالث. مره اخرى الفاينايت الفاينايت الى زمن اللي هو زمن المضارع. اما النون عفوا الى زمن واي زمن يكون. اما النون فاينايت هو ما الى زمن في الجمله. هذا ملخص مبسط للفاينايت فيرب والنون فاينايت فيرب. ممكن يجيب لك بالامتحان الاستاذ يعطيني مثال على فاينايت فيرب او نعطينا النون فاينايت او ممكن يعطيك جمله ويقول لك حدد لي نوع الفعل هل هو فاينايت ام نون فاينايت.